مزيان دابا مزيان صفقتو عليا مشيت الخلعه الخوف اللي هو يعني كاملين قدينا نتغلبوا على اخبث واعدى حاجه ضد الاحلام ديال كاع الشباب المغربيين عاودوا نصفقوا علينا بقوه الخوف الخوف انا بور مو انا تنطلق طبعا من تجربتي الخاصه الخوف هو بالنسبه لي نقطه الانطلاق او ما قبل الانطلاق تبارك الله تنخافوا بزاف من صغرنا في المغرب ديال الدري ملي تيكون صغير تيسول 100 سؤال في النهار عندنا واحد ولد في عمره 3 سنين لا تيسولني 95 سؤال في النهار مي تبارك الله تنشوف ولدي ان شاء الله من هنا 18 عام غادي يبقى غادي تيقرا في واحد لو سيستيم ديال التعليم غادي يبغي يعبر على شي حاجه مثلا الا كان من النوع اللي عنده مع لا كومونيكاسيون عنده مع الصحاب يكون مشاغب الا كان دري عنده مع الخيال عنده مع التصور وهادشي غيكون ديما تيبان تيسهى في القسم اسيدو سويت كل دري والصفات ديالو وهادشي كامل استاذ المغربي ماشي كلشي طبعا ولكن تيبيك تيقمع تيقمع هادشي كامل عنده خص الدري يكون يا اما مزيان في الارقام يا اما مزيان في اللغه مع الاسف في السيستم التعليمي المغربي تنهجموا بهادشي وتنساو داكشي الاخر اللي عنده مثلا مع الموسيقى اللي عنده مع الابداع اللي عنده مع حاجات اخرين ما تنهجموش بهم بزاف انا كنت من هاد الدراري يعني كنت تجيب لي والله انا مكلخ ما تنعيا داكشي ما عياش وداكشي ما تحفظوش ما عمري ما كنت الاول جامي ما عمري ما كنت الاول في القسم اي بورتون درت سيونس مات ومن بعد مشيت لفرنسا قريت في اون ايكول دانجينيور ولكن في القرايه ديالي كنت نخاف تنخاف من القمع ديال داكشي اللي دايره بيا وتنخاف نعبر على واحد الافكار كانوا عندي صراحة كون نسمعهم الناس اللي كانوا ضايرين بيا ولا الناس اللي تنعرف وقالوا هذا حمق دايوغ كاين عباس بنو فرناس فرونشمون تنتخايلوا نهار فكر ان بنادم يقد يطير واحد النهار تنتخايلوا ما جاش ناض تيجري مشى عند صحابو قال لهم الدراري واحد النهار بنادم غيطير كانوا غادي انا متاكد انه خاف دس واحد المرحله كبيره ديال الخوف كانوا غيطيروا على صامت كانوا غيطيروا مسكين علاش لان انا تنتخيلكم دابا نمشي لشي بلايص في الشمال مثلا تيكونوا واحد القهاوي واحد الناس يضرب واحد السبسي قد هكا وتقول له راه واحد الناس في خريف دابا جالسين وتيهضروا على الاحلام حلم مع راسك يقول لي السيد شخص باين ضرب شي واحد طوال من هذا بغيت اش نقرا شنو هي اش نقرا سيتي اونيتي اللي بور مو سيت اون ريفولوسيون ا ما مانيير ربيع عربي ديالي انايا بيرسونيل علاش لان كان واحد الوقت كان داكشي ديال المول كدا مول كديا بلا ما نجبدو السميات وكان بوزبال وداكشي كامل لي كونسيبت ديالنا د المغرب اللي بوغ موا انا ما كنتش راضي انهم غيكون غير داكشي هو اللي تيمثلني كشاب مغربي وتنعترف جيتي باغمي لي جون ديال بوزبال جيتي ادمينستراتور ديال لا كروند باج ديال بوزبال عندي صحابي وباقيين صحابي وخوتي وعشراني كما تيقولوا اللي هما اللي شادين هذا البروجي وكانوا دوطخ بروجي اللي تنعرفوهم بسميات اخرين مي قلت لهم الدراري اون بو فيغ ان تخوك واحد لو كونسيبت اللي فيه المعقول فيه شي حاجه اللي غتنفع الناس وتخدم سا بوغي مارشي شي لي جون الا صاحبي واش حمق هو الحماق اللي هضرنا عليه بيان سور بعدا قبل ما نقولها لهم مش عارف واش تفكر مش ما يوقعليش بحال بس نوفر الناس دونك واش انت حماق الناس غيديوها في القرايه غيديوها في التوجيه غيديوها في الكوتشين شوف هاد الناس خصهم غير يضحكوا كذا وجوستومون درت واحد الخطا صغير سمعت لهم الهضره
درت ان كونسيبت اوتون كو برودكتور حيت يا ان اون درت اون سوسيتي دو برودكسيون ديال ستار اماتريس بوات دو برود لي شفت دي كاميرا اي تو جو لا جير اي تو درنا ان كونسيبت يضحك درنا بتي بوز وهي بالكيران ما عرفتش شفتو ولا ما شفتوش كاين اللي شافو كاين ما شافوش جو سوي لو برودكتور ديال ديك لا شونسون ولكن derrière il y avait un sponsor bien sûr donc on a travaillé le buzz et tout et ça a marché alhamdoulillah mais juste après c'était un flop ضيعت الفلوس على 40 ايبيزود ديال واحد لو كونسيبت كي نا با مارشي مبني على الضحك والضحك والضحك هنا قلت بيان سور ربي كاين peut-être que هذا درس ليا باش يقول لي انت قريتي وتعلمتي ومشيتي حيت سيت اون شونس تعلم تعلم حرف واحد راه سيت اون شونس يعني كانت عندك هاد لا شونس كامله ودايوغ كنت مقيد في الدكتوراه في جينا انفورماتيك باقي مقيد فيها 5 سنين واخا خصك دير غير 3 سنين ما كان الرغيب والمزوقه دعوا معايا ولكن تنقول ويلي واش انا زعما جو في فيغ كو سا بدينا الكونسيبت ديال اش نقرا بديت بوحدي اوتون كو زعما برودكسيون ديال لا فيديو اي تو وكانوا معايا ناس اللي عاونوني بيان سور في لو بوز باش يشوفوا الناس تحيه هيسبريس قول على هيسبريس بزاف تحيه تاع لا باج ديال بوزبال ودوطخ باج بوغ لي جون اللي ما عندهمش مع فيسبوك سمحوا لي مع انترنت حيت كانت واحد لابيغسون قبيله اللي قالت ما عندهاش مع داك الشيء ديزولي مي الحمد لله لو بخوميي ميساج اللي وصلني وبكاني كاني وباقي مصورو باقي يعني صورتو درت له كابتشور ديكرون واحد الدري قال لي قالت لكم الوالده سيروا الله يرحم الوالدين وقع على الدري وعلى الوالده ديالها بور موا سيتي بلوتو العكس ديال داك لو كونسيبت الاول اللي كنا درنا سيتي بلوتو ان سين كما تنقولوا بور كونتينيو دونك زدنا المعقول ديك الوقيته كنا ديجا صورنا واحد 16 ابيزود حنا 4 خلينا 12 داكشي ماشي تري تري بروفيسيونيل مي بدينا تنبلانيفيو اللي جاي باش جا فين نقرا فين نقرا شكون شاف حتى واحد حتى واحد شكون اللي ما شافش دونك فين نقرا دايوغ انا ما اليوم فين وصلنا وصلنا لون باج مثلا ديال اش نقرا واصله 166000 فان ضيعنا على شويه ديال لابوبليسيتي فيسبوك ما عمرني ما تخيلت نوصل لهذا لو شيف واخا كاين ناس اللي واصلين كثر مي ان شاء الله اون فا انفستيغ لاكسو وصلنا لاباج ديال فين نقرا يلاه دو موا دايوغ هادشي كامل في قل من 5 شهور بوغ اتخ اكزاكت وفي اون دو موا فين نقرا ديجا فات 36000 فان كاين دوطخ باج جيتي كونتاكتي باغ دي كرون بور موا هادوك تنسميهم دي كرون تيعيطلك فلان وفلان غير سامع به اليوم هادوك دوك صامات ما تخيلش واحد النهار غيقول ليا J'adore ce que tu fais sur internet. Merci beaucoup. Je m'en ai 3 millions de les vues sur YouTube. Est-ce qu'il y a une 3 millions. Très bien. Très bien. Merci. Donc, 3 millions de les vues, c'est bien qu'il y a une responsabilité derrière. Mais, alhamdoulilah, j'ai appris en soirée grâce à mes parents. D'ailleurs, on a appris comme ça là. حياتي باش انا شوي نا اون فرونس في فرنسا في نونسي قبيلة الاستاذ هضر على نونسي دغيا وتفكرت قلبت عليه المواجع دونك انا كنت في فرنسا وقصي بدات بالخوف باغمي الحاجات اللي كنت نخاف منهم مثلا هو داك لو ديكالاج كان والدي جوج مغاربه تلقاو في كلاس بريباراتوار هنا في اليوطي مشاو تما دكاتره تبارك الله كل واحد معاه دكتوره الوالده انجينيور يعني داكشي القرايه عندنا في مشكله مي جيتي انكومبري انا نشرح لكم ابخي علاش دونك تما بيان سور كنت في ان سيستيم ديكالي بارابور ا ما كولتور مي مزيان سا ما دوني ابخي واحد لا دوبل كولتور باغمي لي شوز لي وقعوا لي مثلا كانوا تيديونا كل الاربع لا بيسين حنا مربين الخوف عندك عندك تحرق عندك دير عندك هادي داكشي سي كولتوريل واحد النهار بداونا داو الدراري يلعبوا في دوك الزليقات والتخربيق ديال لابيسين عيطو داكشي كيليميني معليش وانا ما بغيتش خفت بقيت جالس انا واحد ان كاماراد وكانت حاضره واحد السيده مي بديت نتخيل راسي تلعبت هنا فين تيجي الحلم
حلمت انا ما غادي ندير حتى انا داك الشيء بيان سور جافي دو شوا يا اما نكذب على راسي ونمشي للدار نقول لهم راه درت داك الشيء وهادي ويا اما نديرو بصح دونك خليتهم تناضوا وبغيت نمشي بوحدي هبط لابيسين لابينوار بقيت غادي واحد شويه كاين واحد البلاصه غارقه وبقيت نبقبق غادي نموت دونك انا عاقل على داك المنظر باقي دابا عاقل عليه كنت صغير شي 5 سنين واقيله ولا ميم با تنطلع باغي نعيط بق تنهبط لما عاوتاني وتنطلع تلقيت راسي في لي بيستيغ تيصرفقوا فيا وداك الشيء على غاب نو با دي تو مي عشقاتني السيده اللي سبعات تصرفات الله يرضي عليها مي هادشي بوغ موا سا ريزوم اون في علاش حيت ابخي بقيت ولات عندي اون فوبي من الماء علاش حيت جي با ايلابوغي لا بون ستراتيجي باش نوصل لديك لا بينوار يعني ما خططتش ما جيتش قلت لا غادي نوض وغنمشي مع الناس او لا غنمشي من هاد الطريق لا غلطت مشيت بلا داك لو باجاج اللي غيسمح لي باش نوصل و اكوز دو سا طحت ولات عندي اون فوبي مي سي با لا فان دو موند دابا مثلا واحد المره دخلت انا وواحد صاحبي للبحر وكانوا الوالدين وداك الشيء كان تابعين واحد الباطو ديال الصيد وهو غادي وحنا تابعينه ودرنا تيبان لينا كلشي زرق وفين خرجنا لهم خرجنا لهم كل واحد في بلاصته يعني واخا بصح كانت عندي اون فوبي واحد الوقت ما جا واحد النهار وخرجت منها دونك سيتي بو موا سا في الصغر ديالي كان جاني واحد الوقت دار ما كنت من كامش وتنخاف من بزاف الحاجات حيت ملي دخلنا المغرب على جو دو 5 اون راه شي الوقت كانت باقا ما خرجت الكلمه ديال كيليميني مي سيتي سا انا كون جو فرونسي ان بو اي تو وتعقدت لان كانوا الدراري تيهضروا جوج سورتو الاولاد كانوا تيهضروا واخا كانت مدرسه زعما مزيانه اي تو بخيفي الشهادشي اللي تنهضروا عليه دريمز احلام اليقظه كنت باك سيونس مات تندخل لبيتي تنسد على راسي تنجيب الكتوبه باش الا دق على شي واحد يلقاني تنقرا زعما كنت ندير بحال هكا وتتخيل راسي شي حاجه كنت عايش دوفي واحد الحياه مخيلها كي ني با دو تو فري ستار ودرت وتيعرفوني الناس وتنعاون وتندير الخير وما عرفتش شنو تندير هادي ولا في العاديه ديال المدرسه كنت خايب في المدرسه في الليسي وكنت عادي وتمشي وهادي ولكن كنت فرحان حيت تمشي الليل في الدار يعني واحد ساعتين ديال ديال تنطير تنحلم ابخي جات واحد المرحله فهمتي في فرنسا ديال عامين ديال السبات دونك مشيت جون من الباك بوحدي والديا باقيين في المغرب اكتشفت واحد الحاجه سميتها لي سومنيفير علاش حيت في الاول بدات كذبه كنت في اون ايكول دانجينيور بوبليك وقاصحين شويه في الغياب واللي ما تلولو ما دخلتش ومشيت عند الطبيب بغيت نكذب عليه راك عارف مغاربه شهاده طبيه ولعيبات دونك تبقى تقول له حيت هما ما كاينش داكشي ديال البيع والشري تبقى تقول له راه جو دور بلو شو بغيت تدي سولك اسكو فو زافي دي زيتي نوار زعما واش بغيت نتاحر حنا مغاربه ويعطيني دي سومنيفير ما عمري ما خديتهم قبل وبديت ناخذهم غلطيت هادشي بقيت عطا الناس عامين سقطت واحد عام هذاك العام اللي سقطت سبحان الله جيتي لو ديرني كنا واحد 300 واحد في لا بروموسيون العشرة الاخرين سعود الاخرين طردوهم انا كنت من العشر من الاخرين يعني عرفتي داك ابي فهمتي شويه ويطردوني طبعا سقطوني مي الحمد لله وانا فرحت مي فين دخلت المغرب لقيت الوالد والوالده الوالد بابا تقول له بابا حسن بغيه بزاف عاد درس معاه البارح وغادي نرجع ان شاء الله نتصالح معاه ما عليناش عطاني ساروت ديال الطوموبيل عطاني طوموبيل قال لي اكلات طوا عندك الصيف حيح ولكن وعدني العام الجاي غتكون ناجح حيت دوز الصيف مبرع ما هضر معايا حتى واحد على سقطتي ولا اول مره تسقط في حياتي وفي عائلتنا فرونسمون مع راه عاودت لكم قرايه سونس ماتي تو سا
حتى واحد ما تتخيل شي واحد غادي يسقط في العائله و سي تيموان ستاري سوا. لا استاذ طيب انا جاي مي تما تعلمت واحد الحاجه تعلمت ميرسي 4 مينوت فهمتها واحد تعلمت واحد الحاجه كو يا توجور اون دوزيام شونس ولكن il faut être à la hauteur. دخلت العامين موراه وليت العاشر من الاولين واللي موراه الخامس ابخي وليت من ثلاثه الاولين. قبيله لا بيغسون اللي كانت هنا تتهضر معرفتش نسات ولا اللي كانت وقيله جالسه هنا هضرات على هي تتامن بالسوشيال ميديا داكشي ديال فيسبوك ويوتيوب ايتو علاش لان هي خصها بعدا تبدا بالاقربين الناس اللي دايرين بها سيت اون فيزيون ماشي حيت هي سيت ان شوا ماشي حيت هي مشات غادي نكلاشيوها ولكن انا بوغ موا جيتي انكومبري اون مو كومبروني جامي شي موا يعني الوالد الحمد لله الى في دي زيكول بروفيسيونيل سوبيريور غراس سي زيفور ا لوي ولا سوليسيون سهله كاع كانت هي ندخل من فرنسا يحطني مديره ولا يعطيني مدرسه ويعطيني تلاها مع راسي واحد النهار غادي تكبر غتلقى داك الشيء تيتسناك مي كنت ديما ضد باغي ندير شي حاجه ديالي افكار ديالي كان ديما تجاوبوني تتحلم دابا الحمد لله يا راه شنا كنت نهار الحيس بريس شنا كنت البازا شنا كنت الحمد لله في داك الصخر كاع ما عمري ما فين هو اسماعيل كاين اسماعيل لا مشى دونك واحد صاحبي هنا يا ميم با 3 موا قلت له صافي دير كوا تيدك بكل صراحه جو كونيسي با سيتي نوفو بور موا سيتي لا بروميير فوا الحمد لله انا معاكم شكرا خويا